أعلن جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية البدء في تطوير المفارخات السمكية بأسوان لتصل إلى 40 مليون زريعة العام القادم. وأشار الجهاز إلى أن الإنتاج من الزريعة سيصل خلال عامين إلى حوالي 80 مليون زريعة، وسيسهم في زيادة المخزون السمكي ببحيرة السد العالي. احنا النهاردة موجودين في محافظة أسوان لافتتاح موسم الصيد في أسوان والمرور على المفرخات والتأكد من تطويرها بعد البروتوكول اللي تم مع القوات المسلحة في هذا المجال. وطبعا احنا بفترة توقف الصيد كانت بمعاونة قوات حرس الحدود وقوات المسطحات المائية لزيادة المخزون السمكي أثناء فترة الصيد طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم بحيرة السد العالي بالمفرخات وتطوير المفرخات وتأهيلها. كان في اتفاق بيننا وبين شركة المقاولات الوطنية للقوات المسلحة لفحص المفرخات المصرية في جرف حسين وتوشكا وصحاري وإعادة تأهيلها، فكنا في خلال عدة زيارات في الأشهر الماضية وقفنا على كل المتطلبات الخاصة بتطوير هذه المفرخات.